اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس لاب يو انترفيس فور اردوينو توتوريال. ان شاء الله النهارده هناخد حلقه مهمه، ازاي اعمل اضافه للكاستم كوماند لللاب فيو عندي، وازاي اضيف جزء من الكود على الاردوينو وباقي الكود على اللاب فيو. ده شكلها طبعا، وتعال مع بعض نبدا كده. طبعا قبل ما نبدا لازم تكون سمعت الحلقه الخاصه بليكتشر 7 اللي هي انترودكشن لللاب فيو لينكس ميكر هاب. هنبدا ازاي؟ اول حاجه هنفتح اللاب فيو عادي خالص، هروح لتولز. الخطوات كالاتي، الخطوات لازم نتبعها لان ده فيديو اساسي في فيديوهات كتير هتتشرح بعد كده. هروح لتولز ميكر هاب لينكس، وبعد كده هقول له جنريت فيرموير لايبرز. اللي هنا هتبع التسلسل كالاتي، هو بيقول لي الاردوينو اي دي لازم تبحث في المسار ده اللي هو سي يوزرز يوزر نيم دوكيومنتس اردوينو لايبرز. هضغط هنا على براوس اللي هنا دي، وهشوف المكان اللي انا متصطف فيه. هروح للسي، وبعد كده اليوزرز، بعد كده اسم الجهاز بتاعك، بعد كده دوكيومنتس، بعد كده اردوينو لايبرز، وبعد كده هقول مين كرنت فولدر. بعد ما اقول له كرنت فولدر اقول له جنريت، هيقول لي دن، اقول له اوكي. بعد كده دن هنا خلاص كده تمام، واروح فاتح اللاب فيو بعد كده عادي خالص تمام. اللاب فيو هفتح البلوك دايجرام، هجيب الكاستم كوماند هنا ازاي. بص معايا كده، ايه لازمه الكاستم كوماند اصلا؟ هروح للميكر هاب لينكس سنسورز. عندنا السنسورز دي السنسورز اللي انا بشتغل عليها. نفترض انا عندي سنسورز هنا مش موجود وانا عايز اشتغل عليه، سنسور مش موجود هنا وعايز اشتغل عليه، اعمل ايه وانا موصله بالاردوينو وعايز اربط الاردوينو باللاب فيو؟ لازم اضيفه او اعمل له كاستم كوماند. اضيفه ازاي؟ باستخدام الكاستم كوماند. يبقى الخطوات كالاتي، اضيفه ازاي او اضيف فانكشن ازاي. اول حاجه اروح لميكر هاب، بعد كده لينكس، بعد كده يوتيليتيز، حاجه اسمها كاستم كوماند. دي كاستم كوماند اللي بتخلي لي اقدر اضيف جزء من الكود على الاردوينو تمام. طبعا الخطوات الاساسيه اللي احنا شرحناها قبل كده، ميكر هاب، هروح نجيب اوبن واجيب كلوز ميكر هاب برضو لينكس، بعد كده اجيب مين كلوز هنا، ده عشان اقفل مين البورت. طبعا انا همسك دول كده واعمل لهم اصطفاف افقي او محاذاه على الخط الافقي اللي فوق، وهضغط كنترول مسافه كنترول دبليو، هيعمل لي توصيل اوتوماتيك عشان ما اتعبش في التوصيل. هو وصل ايه؟ لو وقفنا هنا كده هنلقى في حاجه اسمها لينكس ريسورس، وصلها بلينكس ريسورس هنا، والريسورس اللي هنا بهنا، والطرف الاخير الايرور بالايرور والايرور بالايرور، بدل ما انت توصلها يدويا زي ما احنا اتعلمنا قبل كده. طيب هاجي على اول طرف هنا ده، كليك يمين اللي هو السيريال بورت، كليك يمين واقول له كرييت كنترول عشان اختار البورت اللي انا هوصل عليه الاردوينو بتاعي. بس دي ما فيش اكتر من هنا في الجزئيه دي اللي خاصه بمين؟ الخاصه بالاوبن، مش هوصل عليها اكتر من كده. الكلوز هنا طبعا في طرف اخير خاص بالمين؟ بالايرور. او لازم اجيب له سمبل ايرور عشان لو حصل ايرور يطلع لي رساله لليوزر ان في ايرور. هجيبها من فين؟ اروح لديالوج اند يوزر انترفيس، اقول له سمبل ايرور، واروح اوصلها كده اخليها قريبه كده، بيوصلها اوتوماتيك اهو. الخطوه اللي بعد كده دي الكاستم كوماند عندي. كاستم كوماند انا هكبرها طبعا، فيو از ايكون بشيلها عشان اقدر اشوف الانبوت والاوتبوت. لو وقفت هنا كده علامه الاستفهام وقفت هنا كده هيطلع لي مين؟ الكونتكست هيلب عندي. لو اجيب الكونتكست هيلب ازاي؟ من هيلب شو كونتكست هيلب تظهر لي، واقف هنا كده. لو وقفت هنا بيديني الاطراف اليمين والشمال اهو، الطرف اللي فوق اللي هو لينكس ريسورس واللينكس ريسورس، دول متوصلين. الطرف اللي هنا الايرور والطرف اللي هنا الايرور، هو الطرف ده الايرور والايرور، فاضل لي هنا ثلاث اطراف. الطرف الاخير اللي هو التايب اوت اللي هو الطرف ده، لو وقفت كده انا هنا هتلقى فيه مربع اسود بيدي فلاش كده على الكونتكست هيلب، ده التايم اوت بيقول لك 100 ملي سكند. ممكن اسيبه زي ما هو، يعني 100 ملي سكند ده زمن مناسب جدا او اكبر من تنفيذ الكود مفيش مشكله. يا اما اعمل له كليك يمين كده واقول له كرييت كرييت كونستانت، واروح انا ضايف له 100 تمام. ال 100 مناسبه جدا طبعا، ما تغيرهاش. او انا لو ما ضفتهاش اصلا، لو انا مسحتها كده ما ضفتهاش اصلا، اصلا هي ديفولت كده لو وقفت عليها متظبطه على 100 اهو، بيقول لي التايم اوت كام؟ 100، هي ديفولت من جوه 100 مفيش مشكله. هنيجي بعد كده حاجه اسمها الكاستم كوماند نمبر اللي هو رقم الكاستم كوماند، لان ينفع اضيف اكتر من كاستم كوماند في اللاب فيو. طب الترتيب بيبدا من كام؟ بيبدا من زيرو تمام. يبقى كليك يمين هنا اقول له كرييت كونستانت وهيطلع لي زيرو تمام. ده رقم زيرو هنا، ده رقمها رقم زيرو. لو ضفت كاستم كوماند بعدها تاني تبقى رقم واحد وهكذا. لو لاحظنا الكاستم كوماند ده سكيلر لان خط كده واحد، اما الخط اللي بعد منه او الانبوت اللي بعد منه ده اسمه مين؟ او البن اللي بعدها اسمه داتا، هنلقى خط ازرق تقيل شويه، ده معناها يستقبل اري
ده معناها ان هيستقبل اري، وده بيبقى انبوت للفانكشن اللي هنا دي. داتا هتبقى الخط مظلل تقيل هيبقى اري. انا ممكن اجيب اري ازاي؟ ممكن اروح للفرونت بانل واختار اري عادي خالص. طيب عشان انا ما اعرفش نوع الاري اللي اختارها كداتا تايب، لا انا اقول له كليك يمين كده اقول له كرييت كنترول اللي هو انبوت للفانكشن بتاعتي هنا. هو ده هيبقى مين؟ كنترول كانبوت للفانكشن اللي عنا. وقلنا التايم اوت ده 100، انا مش هاجي ناحيتها. هتلاقي هنا اصلا ظهرت عندك اري للفرونت بانل دلوقتي، هنلاقيها ظاهره اري هنا. في حاجه اسمها دب كوماند نمبر، دي مش باجي ناحيتها، دي سكيلر ملهاش لازمه او ليها استخدامات تانية بس مش في الفيديو بتاعنا دلوقتي. الريسبونس ده الاوتبوت بتاع الفانكشن، الريسبونس هو الاوتبوت بتاع الفانكشن. هتلاقي برضه خط تقيل كده ازرق تقيل كده مظلل، ده معناه ان هو بيبقى الاوتبوت عندي اري. يبقى اجي كده كليك يمين واقول له كرييت انديكيتور عشان تطلع لي مين اري. ده كده الاوتبوت بتاع الفانكشن. انا كده هدخل للفانكشن دي انبوت عباره عن اري، وهطلع بعد هعمل عمليه معينه داخل الفانكشن دي هيطلع لي اوتبوت برضو باري. تمام، انا عايز الكود يتنفذ على طول فهدخله جوه مين؟ هواي. ممكن تجيب هواي من هنا وتضيف لها سويتش، او في حاجه اسمها اكسبريس هنا، اكسبريس من الحته دي. بعد كده اكسكيوت كنترول واقول له هوايل ويز بوتن من الحته دي، واجي هنا كده هيطلع لي هوايل. ده الجزء اللي انا عايز اكرره في الكود، هتطلع عندي هوايل بمين؟ ببوتن عندي. تمام، ده الجزء اللي انا عايز اكرره في الكود. طبعا في حته صغيره ناقصه هنا اللي هي ايه؟ اللي هنا انت لما تضغط على البوتن ده هيطلعك بره هوايل. طب نفترض في ايرور حصل في الكود وانا عايز يطلع بره هوايل، مش هيطلع. فانا اعمل ايه؟ بجيب اور كده، اجي من بوليان اختار اور، فاقول له اور هنا، يبقى السويتش ده همسحه، واجي طرف اور ده هيجي هنا كده من السويتش، والطرف الثاني جاي من الايرور عندي فوق، الطرف ده جاي من الايرور، هيحصل ايرور، هيروح داخل على اور يطلع بوليان قيمته واحد، يروح داخل على الكونديشن ده يتحقق يروح طلع بره هواي، او انت تضغط على السويتش معناها اور يطلع ترو، يروح داخل على الكونديشن اللي هنا ده يعمل ايه؟ اللوب كونديشن يتحقق يروح يطلعك بره هواي. يبقى هيطلعك بره هواي، يا اما تضغط على السويتش يا اما يحصل مين؟ ايرور، فيطلع بره مين؟ هواي. تمام، والكلوز بتاع البورت طبعا ده بيبقى في الاخر زي ما احنا اتفقنا. تمام، ده الكود ببساطه على اللاب فيو. تعال كده نروح للفرونت بانل. الفرونت بانل زي ما انتم شايفين ادي مين؟ ادي عندي السويتش بتاع هواي، خليه تحت هنا كده، وعندي كمان دي الري الكنترول بتاعي اللي هي بتبقى انبوت للفانكشن، ودي الري بتبقى الاوتبوت بتاع الفانكشن. طبعا بيبقى ايه زي ما قلنا اري، وده بختار بيه مين؟ الكم بتاعي، ده الكم اللي انا هوصل بيه الاردوين. كده جزء اللاب فيو سهل، او انا عملت كود سهل على اللاب فيو عشان نعرف الفانكشن دي انا بعملها ازاي. يبقى كاستم كوماند بختار النمبر بتاعها بيبقى زيرو لو انت مستخدم واحده بس، لو استخدمت واحده كمان جنبها هيبقى الرقم اللي بعد كده واحد. بيبقى ليها انبوت عباره عن اري وليها اوتبوت عباره عن اري. احنا طبعا ضفنا في بدايه الفيديو المكتبه في او الكود في اللايبر بتاع الاردوين، فانا هروح فاتح الاردوين ببساطه. طبعا افتحه من سطح المكتب او اكتب انا هنا اردوينو، بيفتح لي اهو زي ما انتم شايفين كده بيفتح لي كود فاضي. بروح الخطوات دي برضو اساسيه لازم تعرفها، هضغط على فايل وبعد كده اكزامبلز، هنلقى اللينكس اللي انت ضفتها كلايبراري ظهرت عندك فين؟ في الاردوينو. وتبص كده تنزل تحت هنا، بضغط على السهم هنا هتنزل كده تلقى لينكس ظهرت اهي، لينكس كل الحاجات المتعلقه بلينكس هتبقى ظهرت هنا. هتلقى بص كده اردوينو ميجا ونانو وكل الانواع، وتشيب كيت برضو بيدعم تشيب كيت، كل الانواع اللي بيدعمها هنا ظهرت عندي هنا. طبعا انا الاردوينو بتاعي ميجا، لو انت الاردوينو اونو بتختار اونو، لو ميجا بتختار ميجا، انا عندي ميجا. تمام، بيطلع لي كود هنا. الكود ده المفروض كان بيتحرق على الاردوينو وقتها، كان اعمل البرنامج بتاعي على اللاب فيو ببساطه وخلاص كده مفيش مشكله. ده الكود اللي انا هعدل فيه، هعدل في الكود بحيث ان انا اضيف كود داخل الكود هنا، هضيف كود هنا داخل الكود ده يسمح لي ان انا اضيف سنسورز او فانكشن ما اقدرش اعملها على اللاب فيو. تمام، او مش موجود على اللاب فيو. هضيف الكود ازاي؟ اول حاجه هنسخ الكود ده وهقول له فايل نيو. عشان ايه؟ عشان طبعا ما ينفعش اعدل في السورس نفسه. كنترول في، ده انا الكود عملت له نسخه جديده كده. تمام، ده الكود اللي انا هشتغل عليه. هقفل السورس واقفل اي حاجه مفتوحه في الاردوينو تاني. تمام، ده الكود عندي، ده الكود عندي اللي انا هعدل عليه. طبعا انا خدته لوحده عشان لما اعدل عليه واعمل له سيف، لانه مش هيقبل التعديل على الكود الاصلي. طب ازاي اعمل كاستم كوماند على اللاب فيو وعلى الكود بتاع الاردوينو؟ طبعا ده اللينك عندي، انا هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. طبعا الخطوات اللي انا عملتها مكتوبه هنا اهي. هيقول لك ايه؟ لازم يبقى عندك لينكس، واحنا شرحنا في الفيديو رقم واحد ازاي تسطبها، وطبعا طلعنا الفيرموير خاص باللايبرري بتاعت الاردوينو. طبعا
عملتها انا عن طريق مين؟ التولز ميكر هاب لينكس جنريت فيرموير مين؟ لايبرز عندي. وبعد كده عملت سطبت اللايبر عندي في مكان الاردوينو. طبعا لو انت فتح الاردوينو اي دي وقتها لازم تعمله ريستارت عشان الفايل اكزامبلز تظهر عندك. يعني انت لو فتح الاردوينو اي دي ده وجيت فايل اكزامبلز لينكس تحت ما لقيتهاش ظهرت، اعمل ريستارت للاي دي اللي عندك ده، تمام؟ هتظهر ان شاء الله، تمام؟ وبعد كده عملنا ايه؟ انا رحت الفايل اكزامبلز لينكس، وبعد كده اخترت الاردوينو بتاعي اللي هو اردوينو ميجا، فتح لي الكود اللي هو قدامي اللي انتم شايفين اللي هو الكود ده، تمام؟ اللي انا نسخته من السورس الاصلي اللي هو ده. اعمل ايه بعد كده؟ بيقول لك عشان تضيف كاستم كوماند للكود ده، انت مش في اللاب فيو هنا عملت كاستم كوماند اللي هي دي، فدي لازم يبقى لها كود على الاردوينو، تمام؟ اضيفه ازاي؟ بيقول لك الخطوات عشان تضيف كاستم كوماند، فين الفانكشن؟ دي الفانكشن اللي انت هتضيفها اهي، اخدها كوبي كده بحطها فين؟ بحطها في اخر الكود خالص، في الاخر خالص اهو، هنا في الاخر كنترول في. بيقول لك الفانكشن دي اسمها ماي كاستم كوماند، ينفع تغير الاسم ده على فكره، انا ممكن اسميه اي اسم مثلا ايه، اي اسم مثلا ايه تيست مثلا، هسميها فانكشن اسمها تيست، طبعا انا كتبتها كلها ايه كابيتال، خلي بالك النوع ده اسمه ايه انت، تمام؟ اسمه ايه انت، الاسم انا غيرته سميته تيست، او ممكن تسميه زي ما هو ماي كاستم كوماند، مفيش مشكله. بيقول لك دي بتاخد اربع متغيرات، اول حاجه المتغير هنا رقم واحد، هنروح للمتغير رقم اثنين، المتغير رقم اثنين اسمه unsigned character star، بعد كده input، الانبوت دي الاري، مش احنا في اللاب فيو هنا لما ضفناها قلنا انها بتاخد input عباره عن array، input عباره عن array، فبالتالي هنا ده في الكود بتاعنا يبقى بقيت الانبوت ده عباره عن array، فبيقول لك ان الاري دي عباره عن locations او اعداد جوه الاري، او كل location عباره عن داتا معينه، فبيقول لك كل لوكيشن ده عباره عن unsigned character، يبقى كل لوكيشن في الاري او كل بايت في الاري نوع unsigned مين character، واسترك دي عشان بوينتر او انت شغال اري، مفيش مشكله. عدد البايتس كام؟ فهنا بيجي متغير تاني اسمه unsigned character، بيحدد لك عدد البايتس اللي موجوده في الاري كانبوت، اللي هي الاري دي انت بتدخلها هنا، بتدخلها كام بايت، تمام؟ او كام ديجيت، كل ديجيت بيتخزن في اري في بايت، طبعا كل ديجيت بيتخزن في بايت. نروح للاوتبوت، مش قلنا الاوتبوت عباره عن ماتريكس برضو، هيسميها هو ريسبونس، الريسبونس ده مين؟ عباره عن اري برضو، كل لوكيشن عباره عن انسايند مين كاركتر، والنوع بتاعه استريك طبعا عشان ايه؟ عشان هو اري او بوينتر. طبعا هو الاوتبوت عندي بيبقى كام بايت، فبيحدد البايتس بتاعت الاوتبوت اهي، وبيخزنها في متغير من نوع انسايند مين كاركتر، يبقى هياخد الانبوت وبيحدد هو كام بايت، وبيطلع اوتبوت، بيطلع اوتبوت عندي هنا، تمام؟ وبيحدد هو كام بايت، والفانكشن دي بتبقى جوه مين؟ جوه قوسين، جوه قوسين زي ما انت شايف كده. الخطوه اللي بعد كده بيقول لك انت مش الفانكشن دي ضفتها بعد الفويد لوب؟ اه لازم تضاف بعد الفويد لوب، فانا لو سميت الفانكشن ده تيست وليكن هسميها تيست كده زي ما انتم شايفين، انا غيرت الاسم. بيقول لك بتاخد الفانكشن دي هنا، اي فانكشن انت بتكتبها في الكود لازم تعرفها فين؟ قبل الفويد، قبل الفويد سيت اب على طول، بعرفها قبل الفويد سيت اب على طول، الفانكشن بتاعتي اهي من نوع انت طبعا، بحط قوسين وسيمي مين؟ سيمي كول. طبعا المفروض ان انت ممكن تاخد اللي جوه الاقواس دي المتغيرات باسمائها بالداتا تايب بتاعتها، ما فيش مشكله، او ممكن اخد قوسين فاضيين للفانكشن نفسها وسيمي كول، يبقى لازم اعرف الفانكشن فوق قبل مين؟ قبل الفويد سيت اب مباشره، ده اول خطوه. الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه يبقى بيقول لك ان انت طبعا انا شرحت الاسماء المتغيرات هنا، بيقول لك هنا تحت بيقول لك ان انت لازم تعرف الكاستم كوماند فانكشن دي بتاعتك قبل الفويد سيت اب مباشره، طبعا بتكتب ايه انت والاسم اللي انت عملته تحت اهو، كانت ماي كاستم كوماند تكتبها ماي كاستم كوماند، غيرتها وحطيت اسم معين يعني لازم تاخد نفس الاسم. الخطوه اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لازم اروح للفويد سيت اب اضيف للسطر ده، ده بيعمل اتاتش للفانكشن بتاعتي او ليسنر لمين؟ للفانكشن بتاعتي. هروح للكود جوه الفويد سيت اب كده، جوه الفويد سيت اب كده بعد القوس بتاعتها على طول، يعني قبل نهايه القوس كده، قبل نهايه القوس بتاعها، واروح ضايف السطر ده. ده بيقول لي ايه؟ بيعمل اتاتش للكاستم كوماند، تمام؟ زيرو ده جه منين؟ الزيرو بتاعنا في اللاب فيو هنا، انت قلت ان النمبر بتاع الكاستم كوماند زيرو، فلازم تكتب في السطر ده زيرو. الخطوات دي اساسيه في كل مره هعمل فيها كاستم كوماند، كتبت زيرو هناك يبقى تبقى زيرو. اسم الفانكشن ايه؟ يبقى انا كنت غيرت الاسم سميته تيست، يبقى لازم تكتب هنا تيست اللي هو الاسم اللي انت مسميه بالفانكشن او اسم الفانكشن، تمام؟ دي الخطوه اللي بعد كده. تيجي هنا الجزء الاساسي، كده خلصنا الخطوات الاساسيه دي بتتعمل في اي كود. نيجي هنا جوه الفانكشن دي تكتب ايه؟ تكتب الكود اللي انت عايز تضيفه.
او جزء الكود اللي انت عايز ايه تعمله. وليكن انا هعمل الكود اللي هو مدهوني هنا في الموقع، هقول له فور واخد الجزء ده اهو، هاخد الفانكشن دي هشرحها دلوقتي. طبعا انا ضفت الفانكشن بتاعتي اهي جوه مين، جوه الفانكشن بتاع التست، ادي الكوس بتاع تيست وده الجزء اللي انا ضفته تمام، بيتضاف جوه الفانكشن. وبالتالي اي كود انت عايز تضيفه بيتضاف جوه الفانكشن بتاعتك دي. قال لك في حاجه اساسيه برضو بتضاف داخل الكود، لازم تعمل ريتيرن زيرو، لازم تيجي في النهايه في السطر قبل قفل الكوس بتاع الفانكشن الاساسيه اللي هي بتاعت الكاستم كوماند اللي انت سميتها تيست، لازم تعمل ايه ريتيرن زيرو كده في النهايه ده عشان الاستابيليتي، عشان لو فيش ايرور يرجع زيرو، لو في ايرور هيرجع قيمه معينه يقول لك ان في ايرور تمام. هنا بيعمل ايه؟ مش الانبوت ده عباره عن اري اري، فانا قلت ايه هاخد كل عنصر في الاري، يبقى دي الاري بتاعتي، كل عنصر في الاري هجمع عليه واحد تمام، وهطلعه في المصفوفه او الاري بتاعت الخارج. يعني العنصر الاول الخاص بالاري بتاعت الانبوت هجمع عليه واحد، يطلع لي العنصر الاول اللي في الاري بتاعت الاوتبوت تمام. انا هعمل فور لوب عشان بحيث اغطي المصفوفه عندي كلها، وليكن المصفوفه عندي ثلاث عناصر، هنروح للفيو مثلا كده عشان يبقى فكره واضحه. اتفقنا دي اري، طبعا اري كده هشد كده، وليكن عندي هتبقى ايه ثلاث عناصر، اسحب كده لتحت هيظهر لي الثلاث عناصر عندي، هاجي في الريسبونس هنا هسحب كده يديني ثلاث عناصر. انا عايز اعمل ايه هنا؟ العنصر الاول ده هقول واحد، العنصر الثاني هقول خمسه، العنصر الثالث هقول تسعه. عايز المصفوفة دي اضيف عليها واحد يديني الريسبونس او الاوتبوت بتاع المين الريسبونس تاني، يبقى الداتا ده الانبوت والريسبونس هو الاوتبوت. نيجي للبلوك ديجرام، يبقى الداتا هي الانبوت للفانكشن، ارجع تروح للاردوينو وتنفذ الداله دي وترجع الاوتبوت اللي هو المين المصفوفة اللي اسمها ريسبونس. انا عايز اعمل ايه؟ ببساطة عايز اخد المصفوفة دي اجمع عليها واحد يطلع لي الاوتبوت في مصفوفة اسمها ريسبونس، يعني الواحد اجمع عليها واحد تبقى اتنين، الخمسة اجمع عليها واحد تبقى ستة هنا، التسعة اجمع عليها واحد تبقى كام؟ 10. اعمل الكلام ده ازاي في الكود؟ اقول له انا خد كل عنصر في المصفوفه بتاعت الانبوت اهو اي، اجمع عليه واحد، رجعه في المصفوفه بتاعت الاوتبوت في مكانه او في المكان المناظر ليه، بحيث لو ده العنصر الاول تبقى ده العنصر الاول، ده العنصر الثاني يبقى ده العنصر الثاني تمام. عندنا هنا في الانبوت كام عنصر؟ 3، يبقى كام بايت؟ 3. يبقى هنا هيبقى عندي هنا unsigned character number input bytes هيبقوا كام؟ 3. فانا اقول له 4 4 انت اي بتساوي 0، اي اقل من 3 لان النمبر انبوت بايتس مش انت اللي بتحطه، ده بيجي متعرف من لاب فيو بيعد كام بايتس في الانبوت، الاول 3 حط دي 3، هتبقى اي هنا اقل من كام؟ من 3، هتبقى عندك اي 0 ل 2، وفعلا 0 1 2 دول عددهم 3 خلاص. طبعا المصفوفه بتبدا من 0، فانا بادئ اي من 0، لازم تبقى اي من 0 لان المصفوفه عندي بتبدا من 0. اول مكان ده هنا، المكان ده اللي هو اللي فيه رقم واحد ده عنصر 0، يعني المكان اللي فيه واحد ده رقم 0 في المصفوفه او ترتيبه عنصر 0 في المصفوفه تمام. يبقى خد العنصر 0 اجمع عليه واحد، العنصر 0 اللي هو قيمته واحد اجمع عليه واحد، رجعه في العنصر 0 او العنصر اللي مكانه 0 في المصفوفه اللي هو يرجعه في اول مكان ويحط مكانه 2 تمام. هيكرر الموضوع ده كام مع الاي بي 0 واي 1 واي 2، يبقى كده 3 عناصر فعلا. دي اول حاجه، يبقى الماي انبوت بايتس مش انت اللي بتعرفها، دي بتيجي ديفولت من لاب فيو، هو بيعرف كام بايتس جاي في الانبوت. الاوتبوت بتاعك ده الاري اللي هترجع دي كام بايتس لازم تحطها له انت، ده انت لازم تحطها بايديك، لان بتقول له الاري اللي هترجع لللاب فيو هي عباره عن كام بايت. فانا قلت له هنا مش الانبوت بايت عندي ب 3، فاقول له النمبر ريسبونس بايتس دي الاوت هقول له بكام؟ ب3. لازم هنا احط استريك طبعا عشان هي متعرفه كمتغير بايه؟ باستريك، بمعنى ان هي بوينتر او اري تمام؟ او 3 بايتس تمام؟ وما انساش احط ريتيرن 0، يعني ممكن اشيل الجزء ده هنا واكتب 3، بس انا مش هكتب 3 ليه؟ ممكن المصفوفه بتاعت الانبوت ما تبقاش 3، تبقى 4، تبقى 5، تبقى 6 زي ما انتم شايفين، فانا ما ثبتهاش هنا، اخلي الانبوت هو الاوتبوت لو فعلا الانبوت بيساوي الاوتبوت. هنا في اللاف فيو هعمل دايما الانبوت بيساوي مين؟ هيساوي الاوتبوت، هخلي الانبوت ب 3 يبقى الاوتبوت ب 3، الانبوت ب 4 يبقى الاوتبوت ب 4 تمام؟ لو غير كده لازم تحطها بكونستانت بناء على شغل. نيجي كده الكود ده، اول حاجه هنعمله في ريفاي، هيقول لي عايز اعمل سيف، اقول له اوكي، هقول ان هو الكود ده موجود قبل كده مفيش مشكله. طبعا هنا اغلطت ليه؟ الفانكشن تيست كلها كابيتال، انا حاطط هنا التي سمول، تي كابيتال اهي، طب دي وارده عادي مفيش مشكله. هعمل بلت، طبعا عملت بلت اهو تمام، اهو دم كومبايلنج تمام. طبعا قبل ما اعمل كومبايلنج لازم ما انساش اختار البورد بتاعتي، انا مختارها ميجا اهو، لو انت شغال على اونو تختار اونو، وما تنساش تختار عندك ايه
الكم بتاعك. طبعا الكم انا على 6 تمام مفيش مشكله. هعمل ابلود دلوقتي، هعمل ابلود للكود. هنلقى التي اكس والار اكس بتنور فعلا، انا موصل اردوينو ميجا عندي على اليو سي بي كده، عمل دن خلاص كده، يبقى الكود عندنا اهو. تعال كده هنخلي ده 1 و5 و9 وهنشوف الاوتبوت يطلع بكام. اتوقع هيطلع بكام، هيجمع على دي 1. تعال نعمل رن مع بعض كده، ادي عملنا رن. طبعا في ايرور هنا، هو وقف. اول حاجه انا ما اخترتش الكم، يبقى لازم اختار الكم عندي. هعمل رن تاني، اول مره طبعا هو هيأخر شويه، ده اول مره بس. بصوا معايا كده، طبعا انا حاطط الكود جوه مين؟ هواي، جوه هواي اهو. ولازم الاري هنا وهنا تبقى جوه هواي عشان تغييرها يبقى جوه هواي، عشان اثناء تنفيذ الكود عشان يقدر يحس بيها، لو بره مش هيحس بيها، هياخدها اول مره بس. هتلقى الواحد جمع عليها 1 بقت 2، الخمسه جمع عليها 1 بقت 6، التسعه جمع عليها 1 بقت 10. طب لو خلينا دي 10، بصوا كده اديوس انتر، يا اما ادوس بره هنا هتلقى بقت 11. هخلي دي 50، قلنا يا تضغط بره يا تضغط انتر يا تضغط علامه الصح اللي فوق دي. 51 لو خليناها 101 هتبقى 102، لو خليناها سالب 1 ايه اللي هيحصل؟ بصوا كده سالب 1 مش قابل السالب، يعني انا بضغط فعلا سالب هنا على الكيبورد، سالب 1 مش هيقبل. تمام، طب تعالى ننزل كده، هبص كده، بص انزل الزيرو مش بيقبل اقل من مين؟ تحت الزيرو، مش راضي ينزل تحت الزيرو. ليه؟ لان الاري عندي لازم كل عنصر فيها يبقى انساين كاركتر، وانساين كاركتر يعني من زيرو لكام، كل بايت يبقى من زيرو اخره كام؟ اخره 255، هيبقى اخره 255 لان هو عباره عن ساين مين؟ كاركتر. يعني تعال كده حط هنا دي مثلا 500، بص كده معرفش يجمعها، هو اوتوماتيك حولها لكام؟ 255، لان اتفقنا كل عدد من هنا نوعه بايت، البايت هيبقى اخره من زيرو 255 لان متعرف كانساين مين؟ كاركتر. الفانكشن دي جاهزه وما ينفعش اعدل فيها. هل في طريقه ان انا اعدل فيها واغير دي؟ لسه هكتشف الموضوع ده ان شاء الله. هخلي دي برده 500 هنا، نفس النظام اخرها 255 مش بيقبل اكتر من كده. و255 خلي بالك معنى كده ان الماكسيمم لما تجمع عليها واحد يديك زيرو، حصل اوفر فلو، لان 255 زائد 1 تبقى 256، 256 تتمثل في 9 بت وليس 8، هتبقى 8 زيروز، تبقى 8 زيروز ناحيه اليمين، والبت رقم 9 دي هنا تبقى بواحد. هو بياخد دايما اول 8 بتس فيحط زيرو، لان 254 كده بص كده هيبقى جامع واحد، اضغط بره تبقى 255. 255 يجمع عليه واحد تبقى 256، تمثل في 9 بت، ياخد اول 8 يطلعهم بصفر، والواحد اللي على الشمال يهمله. ليه؟ لان اتفقنا ان هنا هيرجع بايت، حتى في الريسبونس عندي لو رحنا في الريسبونس عندي هيرجع انساين كاركتر، يعني اخره 255، اخره 8 بت في المره في البايت الواحد. هنا دي الفانكشن بيجمع واحد. طب انا لو غيرت الفانكشن، طبعا انا هعمل ستوب من هنا الاول. عملت ستوب من هنا ليه؟ عشان يطلع من هوايل يروح يقفل الكم، يقفل الكم عشان اقدر احرق الكود عليه، او اغير في الكود واحرقه عليه. لو انت قفلت البرنامج من هنا وليس من ستوب، تيجي تغير في الكود وتحرقه مش هيقبل، هيقول لك ان الكم مستخدم. نغير في الكود هنا، وليكن عايز اقول له ان المصفوفه دي انا مش هجمع عليها واحد، انا هضربها في واحد، كل عنصر هنا هضربه بكام؟ في واحد. تعال كده نعمل ابلود، انا بعمل ابلود اهو، طبعا هو هيحرق على طول، مش هيقول الكم مستخدم ولا اي حاجه، لان انا قافل البرنامج من ستوب اللي خاصه بمين؟ اللي خاصه بهواي. تعال كده نحط قيم صغيره، ما وليكن هنا واحد، هنا اثنين، وهنا تسعه طبعا. تعال نعمل رن كده، طبعا اتفقنا ان هو اول مره بياخد وقت لغايه ما يغير القيم، استجاب اهو. طيب الواحد اضربها في واحد يطلع بواحد، الاثنين اضربها في واحد تطلع اثنين، التسعه اضربها في واحد يطلع 9. يبقى الكود كده شغال، ينفع تحط فانكشن هنا بطريقه معينه وتتنفذ اللي هو الجزء ده. وقلنا ان البايتس هنا بتاعت الانبوتس خليتها بنفس البايتس بتاعت الاوتبوت، عشان انا لو رحت ساحب كده عنصر رابع كده هنا في الحته دي، لو انا ضغطت ستوب كده ورحت انا ساحب هنا بدل 3 خليتهم 5، وهنا حطيت وليكن 2 او 5، هنا حطيت 10. تمام، هنعمل رن كده، تعال كده هنلاقي القيم طلعت. طلعت. طب طلعت فين؟ انت لو عملت ستوب كده بص كده اسحب دي خليها 5، 5 عناصر، طبعا العناصر الباقيه مش هتظهر، لازم انا اسحب كده المصفوفه اللي تحت عشان تظهر. لو عملنا رن تاني كده، لو غيرنا اي رقم ده خليناه 1، هنلاقي استجاب هنا بقي 1، طبعا اول مره في رن بيأخر شويه، تمام؟ بقي 1 اهو، نعمل رن تاني، لو خلينا ده 10، عملنا صح كده، هنلاقي عمل ايه؟ 10. خدتوا بالكم؟ يبقى بالتالي عدد البايتس بتاعت الانبوت لما اتغير، اوتوماتيك الاوتبوت بقي نفس العدد البايتس، من غير ما انا اعمل ايه؟ من غير ما انا اروح اغير في الكود ده. لو انت كنت كاتبه 3 في الاول كنت محتاج تغيره تخليه 5، فانا خليت الانبوتس بيساوي الاوتبوتس في البايتس بس مباشره،
ما تنساش بتحط استريك قدام الاوبوت هنا عشان هو متعرف في الفانكشن كايه استريك كده انساين كاركتر. اتمنى النهارده تكونوا فهمتوا الفكره الاساسيه ازاي اضيف كاستم كوماند، ازاي اعمل خطوات عندي. ان شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم الخاص ازاي اعمل ترانسفير فانكشن على لاب فيو واطبق البي اي دي كنترولر عندي على الاردوينو واعمل ترانسميت وريسيف للداتا وارسم الخارج على لاب فيو. ولو عندكم اي استفسارات سيبوهولنا طبعا في التعليقات اسفل الفيديو، وشكرا جزيلا.